تحية رياضية مشاهدي ام تي في وين ما كنتوا عم تابعونا لليوم الثالث على التوالي معكم مباشرة على الهواء لنقل المرحلة الثانية من دوري الفا لكرة القدم. اليوم عم نوصل لطرابلس، امبارح كنا بصيدا، اليوم بالشمال بمدينة طرابلس من ملعب رشيد كرامي البلدي بالتحديد. التحية لكم جميعا طبعا بمباراة مهمة جدا، مباراة بين الأنصار وشباب الساحل. الأنصار طبعا يلي عم يخرج كان من مباراته الأولى مهزوم أمام خصمه وغريمه التقليدي النجمي، وبالتالي المباراة اليوم تحمل له أكثر من مهمة، أكثر من عنوان ومهمة أساسية، وأيضا الثأر من شباب الساحل يلي كان انتزع منه لقب كأس النجمة بمباراة نهائية جميلة جدا أيضا تبعناها عبر شاشة الأم تي في. بالوقت يلي شباب الساحل بدايته كانت مميزة جدا، بدايته كانت لافتة جدا بأفضل الأداء بالمرحلة الأولى، كان عم يفوز على الشباب الغزية، وبالتالي عم يدخل اليوم وعينه على النقاط الثلاثة يلي راح يحطوه بالصدارة إلى جانب النجمي وإلى جانب البرج طبعا يلي كان فازوا امبارح وأول امبارح بالمبارتين يلي تابعناهم مباشرة عبر شاشة الام تي في. يعني طبعا قبل ما نروح لتشكيلة الفريقين نقدر نقول إنه هالمباراة يعني طبعا ما راح تكون المباراة الختامية بالمرحلة الثانية، لأنه العهد ما عم يلعب بهذه المرحلة مرة جديدة، مباراته مؤجلة طبعا لانشغاله بنهائي منطقة غرب آسيا بمسابقة كأس الاتحاد الآسيوي رح يواجه الجزيرة الأردني، وبالتالي كل التوفيق للعهدويين بهالمباراة. فارس مساء الخير، ما روح نحن وياك أكيد لتشكيلة الأنصار وشباب الساحل. التغييرات الأنصارية حاضرة على صعيد التشكيلة الأساسية بالنسبة لنزار محروس، لكن من دون أي تغيير بالتشكيلة الساحلية. مساء الخير شربي، مساء الخير لكل مشاهدي الام تي في. بالنسبه لشباب الساحل يعني التشكيله هي ذاتها يلي فازت الاسبوع الماضي على شباب الغزيه بنتيجه 3-1، ما تغير شيء. اما بالنسبه للانصار اليوم وعيوا الانصاريين، وسوني السعد يلي كان محطوط بالتشكيله الاساسيه صار عنده مشكله بدرسه وورم كبير، لهالسبب سوني سعد باللحظات الاخيره عم بغيب عن التشكيله الاساسيه اليوم لفريق الانصار مع جمهور الانصار الكبير يلي عم بواكب فريقه بطرابلس. فاذا سوني سعد معتز بالله جنادي وعبد الله طالب، ثلاث لاعبين غايبين عن تشكيله الانصار اليوم بسبب الاصابه. اليوم تشكيله الانصار نزيه اسعد، نصار اليوم بالتشكيله الاساسيه، ابو بكر كمارا بيطار، شعيطو اللواتي، شعيطو الاخر يعني موني والشبريكو، معتو عدنان حيدر، حسين عواضه يلي نزل بالتشكيله بدلا من سوني سعد، والحج مالك المتخصص كان الموسم الماضي بتسجيل الاهداف بمرمى الساحل باعتبار سجل 4 اهداف، 3 ذهابا وهدف ايابا. 4 اهداف كانوا للحج مالك بمباراة الذهاب والإياب قدام الساحل الموسم الماضي. هذا الموسم الأمور مغيرة كثير، الساحل فريق منه سهل أبدا، والأنصار بيبقى الأنصار، بيبقى الزعيم الأخضر، بيبقى البطل، بيبقى يلي الكل بانتظار المباراة ليشوفوا الأنصار إذا رح ينفك هالنحس يلي عم بيلازمه من كأس النخبة إلى كأس السوبر إلى بداية دوري ألفا لكرة قدم. جمهور الأنصار من كل المناطق وخاصة من الشمال، بنعرف قد ايه القاعدة الجماهيرية كبيرة بمنطقة الشمال، فاليوم وصلوا ليشجعوا فريقهم وبيعتبروا إنه مباراة والدوري انطلاقه من مباراة اليوم. الساحل فريق كبير ما عنده شيء يخسره أبدا أبدا، وبيعرف كثير منيح إنه اليوم بيقدر يحقق نتيجة إيجابية والعودة لبيروت ب3 نقاط، ليش لا؟ مع العلم انه بغيب عنه عبد العزيز نداي اللي موجود اليوم على مقاعد الاحتياط. تشكيله الساحل قلنا هي ذاتها ما تغيرت بالنسبه للمباراه يلي فازوا فيها على شباب الغزيه، ما في اي تغيير. عم بيخوضوا المباراه بلاعبين اجنبيين، الابرز هو حسين حيدر الغائب المستمر غيابه من بدايه الدوري، وعبد العزيز نداي يلي موجود اليوم على مقاعد الاحتياط. كره البدايه راح تكون ساحلية، بقود المباراة ماهر العلي، بعاونه عدنان عبد الله، تيسير بدر، ومحمد حداد الحكم الرابع. المدير الفني لفريق البرج محمد دقة موجود إلى جنبنا عم بيتابع المباراة وعم بيشوف الفريقين، علما إنه البرج الأسبوع المقبل ما رح يلعب، من بعدها رح يلعب بديربي ضاحية مع فريق شباب الساحل.